الكثير من الخيارات. هو انظري إلى هذا. مرحبا، كيف حالك؟ لن أكلفك سنتا واحدا. لدي ذوق بايض الثمن. حسنا، أنا الدمية المناسبة لك. أنت مثالية. أمي أريد هذا. هل تمزحين معي؟ هل تعلمين كم هذا مؤلم؟ هذه هي. حسنا، سنأخذها. شكرا يا سيدتي، بانتظاركما في أي وقت. هيا يا صغيرتي، السيارة في انتظارنا. هناك الكثير من الألعاب. مرحبا، أعد النقود. آسفة، سأكون هادئة. أي لعبة يجب أن أشتري؟ هذا جميل. كم؟ لا أستطيع دفع ثمنه. أنا ثري. هل يمكنك مساعدتي؟ ماذا يمكنني أن أحصل مقابل هذا؟ دعيني أرى، هل تمزحين؟ كان ذلك لي. لا أصدق أنك فعلت ذلك. هذه نقودي، لقد وفرتها. مهلا، يوجد شيء هنا. إنها دمية وهي مجانية. إنه يا مساعدي، ستأتين معي؟ سأضع هذا هنا. بقي شيء أخير. هذه الرفوف الجانبية جميلة جداً، سيبدو رائعاً في الحمام. القليل من التحفيز. أهلاً بك في منزلك الجديد، ستكونين سعيدة جداً هنا. لابد أنك جائعة. شوكولاتة الدهن اللذيذة. افتحي فمك. أو لا، ماذا فعلت؟ لقد اتسخ فستانك. أنا آسفة، هناك حل واحد، يجب أن ننظفك. مهلا لحظة، هناك مشكلة، ليس لدينا حوض استحمام. يجب أن نجد حلاً. تحل النقود كل المشكلات. أحتاج توصيلاً سريعاً. كان ذلك سريعاً. مهلاً، هذا الحوض غريب، أشعر بالحيرة. أفتح. هذا جيد، يبدو مثالياً، سأضعه في الحمام. إنه أنيق جداً، دعنا نملأه بالماء. حسناً، إنها ليست مريحة بما يكفي، أعرف ما يحتاجه. قلوب حب لطيفة. حسناً، حمامك جاهز، سينال إعجابك. واو، هل ترين هذا؟ أنت لا تبدين في أفضل حالاتك، أنت قذرة. إنه لا يزول. مهلاً، سأفرك بقوة أكبر. أعتقد أنني جعلت الأمر أسوأ. ماذا سأفعل؟ أعتقد أنه لدي فكرة. تعالي معي. يبدو هذا الحمام جيداً. يبدو أنها مستمتعة داخله. هل يمكنني وضع دميتي في الحوض؟ ماذا؟ هذا مستحيل، اذهبي من هنا. إنها لئيمة للغاية. لا تقلقي، سأجد حلاً. حتماً هناك شيء يمكنني فعله. لحظة واحدة. عملة ذهبية لامعة. واو، شكراً. لنرى ما لدينا. حسناً، ليس الكثير، سأفرغه كله لأتحقق مما بداخله. هل هذا كل ما حصلت عليه؟ هذا غير كافٍ. ما هذا؟ قد يكون هذا مفيداً. أجل، يمكنني فعل شيء بهذه الورقة. لنبدأ، سأبدأ بطي الورقة على شكل مثلث، ثم أصنع طية. والآن سأصنع مثلثاً أصغر في الأسفل. يمكنني طي القسم السفلي للأعلى. سأفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. لحسن الحظ أنني التحقت بدروس فن الورق. إنها مفيدة، أمل أن أفعل ذلك بطريقة صحيحة. حسناً، أين كنت؟ كنت أطوي الورقة. سأطوي الجوانب إلى الداخل. هذا ممتاز، ثم سأفتحها مرة أخرى. أعتقد أن هذه كل الطيات التي أحتاجها. يمكنني الآن تجميعها. سأدس الجوانب إلى الداخل وأنشئ شكل حوض استحمام. لقد أصبح كالحوض بالفعل. بقي جانب آخر، يجب أن ألصق. سأضع عليه الغراء، يجب ألا يتفكك. أعتقد أن هذا كاف، يمكنني الانتهاء منه الآن. سأضع هذا جانباً. لقد قصصت شريطاً طويلاً من الورق المقوى. سألفه وأتأكد من أنه مشدود جيداً. والآن سأثنيه قليلاً. سيكون هذا الصنبور. هذا هو الحوض جاهز. ما رأيك؟ أعلم، إنه رائع. لنجرب. يبدو هذا المكان جيداً، سيكون لطيفاً ومريحاً. هل يعجبك الماء؟ مهلاً، يجب ألا أنظر. سأمنحك بعض الخصوصية. لقد انتهيت، أنت نظيفة، تبدين رائعة، ورائحتك جميلة أيضاً. أحسن صنعاً. هل أنتن مستعدات لهذا؟ سيداتي، شغلنا المحركة. 3، 2، انتظرن. 1، انطلاق. زوم زوم، هذا جنون.
قولا إنها تعرضت لحادث. هذا قوي، لا أستطيع التوقف عن النظر، إنه سباق إلى خط النهاية. لقد فزتي، أنت الأعظم. هل يمكننا الذهاب للمشاركة في سباق؟ مدى؟ لا، ليس لديك سيارة. لا، قد تكون هذه مشكلة إذن. نحن لا نستمتع أبداً، والآن نفدت المسليات. لكن يمنحني هذا فكرة، من الأفضل أن أبدأ العمل. سأفتح الصندوق ثم أطويه. سأصنع فتحة كبيرة في المنتصف وثقوب أصغر على الجانب. سألونه الآن. سأستخدم اللون الوردي الزاهي، سيكون جميلاً جداً. سأستخدم الفرشاة لوضع الطلاء. أريد طبقة متساوية، هذا بالضبط ما أريده. سأنتظر الآن حتى يجف. لا يزال لدي بعض الأعمال. سأقص أنصاف دائرة من قطعة الورق المقوى. لقد طويت الحواف. ستكون هذه العجلات. سأضعها في الثقوب على الجانب، ثم سأنتهي من تزيين السيارة. سيكون هذا الغطاء. سنحتاج إلى مصابيح، يجب أن نرى الطريق. لونت عودي مصاصتين باللون الوردي، سأضعهما على غطاء محرك السيارة، وصنعت مقعدين من الفوم. سيكون هذا الزجاج الأمامي. هيا بنا، لدينا سباق للفوز. ما هذا؟ إنها سيارة دمياتي. حسناً، لن يكون سباقاً صعباً. سيارتي مزودة بشاحن تيربو. حسناً، لدي عصا. هيا هيا هيا. انظري كم سيارتي سريعة. هذا مثير. لا تلمسيني. مهلاً، ما هذا؟ أحسنت يا قطتي، لقد قمت بعمل رائع. واو، دمية القمامة، وكأنني أحلم. هل تقضين وقتك حول القمامة؟ انظري إلى ما وجدت. هل تسمين هذه دمية؟ هذه دمية. واو، تبدو كالأميرة، لكن تملك دميتي منزلان. تفوقي على هذا. أنت فتاة لطيفة، يجب أن تري هذا. يحتوي كل الأدوات الحديثة. دميتي سعيدة جدا بالعيش هنا. هذا أفضل من بيتك الكرتوني. هكذا إذن؟ سأنافسك. مستعدة لنفعل هذا. أهلا بك في منزلك، إنه الصغير الحجم بعض الشيء. من الرائع أن تكون ثرياً، يمكننا شراء أفضل الأشياء. هذا ظلم، أعني انظري إلى ملابسك، إنها متسخة وممزقة. ليتني أستطيع الحصول على فستان جديد لك. هذا الفستان جميل، أنت تستحقينه. إنها تتباهى. أنا أعرف ما علي فعله، يمكنني استخدام كنزتي. ماذا تفعلين؟ سنتظاهر أننا لم نرى ذلك. لدي فكرة رائعة، سأضع دميتي داخل الكم. هذا ليس بالضبط ما تخيلته. ربما إذا لففته حولك. لا، هذا أسوأ، هذا غير مجد. مهلا لحظة، ما هذا؟ ربما يمكنني استخدام هذا الكيس البلاستيكي. أجل، سيفي هذا بالغراض. لقد حان وقت التغيير. سأقص الكيس على شكل فستان، ثم سأضعه فوق دميتي. سأربطه من المنتصف. يبدو مذهلا، تستحقين الظهور في عرض الأزياء. أنت فاتنة. إيفا، انظري إلى هذا. ماذا؟ هل تمزحين معي؟ لا يمكن أن يحدث هذا، إنها حالة طارئة. في الوقت المحدد، هذا بالضبط ما أريد. إنه مصنوع من الذهب الحقيقي. يناسبك بالفعل، تبدين كنجمات السينما. يعجبني كثيرا. انظري، أعتقد أنك ستغارين. واو، إنها جميلة جدا، يجب أن نقيم حفلا. ماذا؟ لا، نحن نحتفل مع النخبة. لا يهم، هذا صعب جدا. سأقرر. أي حذاء سأختار؟ يجب أن يكون مطابقا لحذائي. هذا؟ لا، أنت بحاجة إلى حذاء. هل تعجبك جواربي؟ تجاهلي الثقب الضخم، هذا محرج. أتمنى أنه لم يرى ذلك أحد. سأخبئه بسرعة، هذا أفضل. لكننا ما زلنا بحاجة للعثور على حذاء لك. سألقي نظرة في هذا الدرج، ربما هناك شيء يمكنني استخدامه. عناكب. لقد أمسكوا بي. يجب أن أنظف المنزل باستمرار. حسناً، لا يوجد وقت مثل الحاضر. مهلة ثانية، وجدتها. لقد رسمت شكلاً بيضوياً على هذه الإسفنجة، ثم سأقصها. سأفعل الشيء نفسه مع الإسفنجات الملونة بألوان مختلفة. سيكون هذا ملوناً جداً. والآن سأرصها فوق بعضها البعض، هكذا تماماً. سألصق قطعة أخرى من الفوم حوله. حسناً، جربي. واو، مناسب تماماً، لنتجول به. تبدين جميلة جداً، أنيق وعملي. أريد واحداً لنفسي.
هاي إيفا، انظري إلى هذا الحذاء، لا يمكنني اتخاذ قرار. ماذا؟ أوه واو، إنه أفضل بكثير من هذه الأشياء القديمة. ليس هناك ما هو أجمل من يوم في المنتجع الصحي. من الرائع أن يدلل المرء نفسه. أنت تفهمين ما أعني، كم أتطلع إلى ذلك. قناع وجه ذهبي، هل هناك ما هو أروع من ذلك؟ لا تنسي الاعتناء بدميتي. حياة البلاستيك ليست رائعة بقدر ما تظنون. تستحق أفضل معاملة. هل هذا حمام للقدمين؟ لقد كنت أمشي عليهما طوال اليوم وقضيت كل وقتي في التسوق. أوه رائع، الماء دافئ جدا. الذهب خيار رائع لعلاج انتفاخ العينين، وهذا لا يعني أنني أعاني من ذلك. أشعر بتألق جديد، هذا النادي الصحي مذهل، مما يعني أن بإمكاني أن أغسل قدمي. هذه هي حياة رفاهية. سنحتفظ بالخيار من أجل الوجبة الخفيفة. ماذا حدث؟ واو، حفلة باربي، هذا هو المطلوب. لقد حصلنا على مرادنا أخيرا، ستكون جميع الدمى المهمة متواجدة هناك. علينا اختيار زي مناسب. كم أحب هذا الجزء. عرض الأزياء. أترين أي شيء يعجبك؟ لا لا، هل أنا من اشترى تلك القطعة؟ يا للقرف. أوه وجدت شيئا ما. أوه أنا جاهزة، ما رأيك؟ بكل صراحة واو، تبدين مذهلة. مهلا، أهناك حفلة باربي؟ لابد أن دعوة أضعت في صناديق البريد. تعالي هنا، يمكننا حضور الحفلة. مرحبا، أي يمكنني مرافقتك؟ من فضلك أتوسل إليك. يستحسن بي أن أسأل باتي. يا باتي، تريدني حضور الحفلة بصحبتنا؟ حقا؟ هون؟ أعني أظن أنه لا بأس في ذلك. تقول صديقتي البشرية إنه لا بأس في ذلك. وهو أشكرك. كم هذا حماسي، لكن هذه الإطلالة لن تنفع، إذ يجب أن نحافظ على سمعتنا. أعني أن هذه الأزياء لابد من وجود شيء يمكننا فعله. مهلا، وجدتها. سيحل هذا البالون كل المشكلات. لنباشر العمل. مهلا، لقد انتهيت. ما رأيك؟ هذه إطلالة أنيقة ومرحة، وتقول إن صاحبتها مستعدة للاحتفال. واو، لقد أحببتها، لدي حقيبة ستتماشى معها. مهلا، أظن أن كلبي أكلها. أو لقد كانت حقيبتي المفضلة. تظاهر بأن هذا لم يحدث. سأرميها في القمامة. لا بأس، لكنك ستحتاجين إلى شيء ما. لحسن الحظ أنا لدي هذه الورقة المقوة اللامعة، لقد رسمت عليها بعض الخطوط، والآن سأبدأ في صنع الثنيات، وبعدها يمكنني طيها. سأصنع طية أخرى هنا وأكرر العملية على الجهة المقابلة. سأطوي زوايا إلى الداخل. أريد صنع مثلثات صغيرة بهذا الشكل، وبعدها سأطوي الجوانب. سأثبت هذه المثلثات لأسفل، ثم أطوي الورقة فوقها. الأمر يشبه فن الأوريغامي، لكنني لا أحاول صنع طائر هنا. ها قد انتهيت من إعداد جميع الثنيات. يمكنني البدء في تجميع الحقيبة الآن. سأطوي زوايا إلى الداخل، ثم أطوي الجزء العلوي فوقها. وها قد وصلنا إلى الجزء الصعب، يجب أن أضغط الجانبين ثم أدفعهما نحو المنتصف. والآن سأضغط الورقة بالكامل، ثم أطوي هذا الجزء وكأنه مضروف. سأصنع لسانا هنا بالضبط، وهذا كل شيء. صارت لدي حقيبة صغيرة لطيفة، لكنها تحتاج لبعض البريق. أو يمكنني إضافة هذه السلسلة، ستكون حزاما رائعا، إنها مثالية، وهذا ما تحتاجه دميتي بالضبط. كم أنا متشوقة لعرضها أمام الجميع. هذه هي قطعة الإكسسوار المثالية، وهي تكمل إطلالة فستانك بحق. تبدين متألقة يا فتاة، ما رأيكما؟ أهكذا تودين اللعب؟ أستطيع التغلب على ذلك، تمهلي فحسب. لدي، مهلا، هل هذه علبة حذاء؟ لا يهم، أستطيع الاستفادة بها. يتعين علي تجديد إطلالتها فحسب. سأمنحها طبقة من الطلاء الأسود، وبعدها سأنتظر حتى تجف، ثم أحضر الطلاء الذهبي. سألون به الجزء العلوي من العلبة. أريد صنع نمط مميز بحيث يكون فريدا من نوعه. لا يستطيع المرء الاكتفاء من الجواهر مطلقا. سأكرر العمل بطول العلبة. أريد أن تبدو الحقيبة أنيقة مع الاستمتاع بلمسة إبهار. سيفي هذا بالغرض، تبدو مذهلة. سأخرج الحذاء. لقد مررت خيطا باللون الذهبي داخل كرة معدنية، وسأصنع ثقبا في الجزء العلوي من العلبة، ثم أمرر الخيط داخل الثقب. ولم يتبقى سوى إضافة بعض المال. إنها رائعة، يجب أن تشاهدوها. إنها الحقيبة التي تحلم بها أي دمية. تفضلي. واو، كم هي جميلة، أنت تفهمين شخصيتي جدا. أعتقد أننا على أتم استعداد لنبدأ الاحتفال. فيو، يا له من يوم منهك. أوافقك الرأي. ماذا؟ ما هذا؟ إنها هدية من كان. كم هو عميق التفكير وعاطفي. إنه صديقي. ماذا قلت؟ أتريدين الشجار؟ واو، خذي هذه، ابتعدي عن كين. توقف، أعتقد أنك محقة، من الواضح أن الهدية لنا. لا، إنها هديتنا. إنها لا يهم، سأفتح
نصحها أولا لنكتشف هوية صاحبتها. واو، تأملوا ذلك، إنه مذهل. يتمتع كين بذوق رفيع. أخبرتك أنها هدية من أجلنا، لست مهتمة. هيا بنا لنجربها، يبدو مريحا للغاية. يا للهول، لطالما أردت عرشا. يقول كين دائما أنني ملكته، أعتقد أنه كان يعني ذلك حقا. اجلسي. أوه مهلا، ستحتاجين لهذه، ستمنحك اللمسة النهائية. تبدين مذهلة، يجب أن أسجل هذه اللحظة، ولدي الخلفية المثالية. هيا بنا، ابتسمي. سيجن جنون مجلات الحياة الراقية بسبب هذه الصور. الكاميرا تحبك، أنت موهوبة بالفطرة. ماذا تفعلين؟ أنا أصنع السحر. حسنا، لا تتحركي، ليس لدي وقت لذلك. يا للروعة، مذهل. نعم أعلم ذلك. يا للروعة، لن أقول شيئا آخر. لحظة واحدة، عثرت على ذلك شفاطي أخيرا، أنا أبحث عنه منذ فترة، أستطيع الاستفادة منه بكل تأكيد. سأضع الغراء بطول جانب الشفاط، وسأترك جزءا صغيرا دون غراء، ثم ألصق شفاطا آخر به. سأستمر في إضافة الشفاطات حتى أحصل على شكل هكذا. يمكنني وضعها جانبا الآن. سألصق شفاطين ببعضهما بهذا الشكل. أحتاج لصنع نسخة أخرى من هذا الشكل الآن. هذا هو إطاري. سأضع بقية الشفاطات فوقه لأحصل على كرسي رائع ومريح للغاية. أود الجلوس عليه بكل تأكيد. كم أنا متحمسة لتراه دميتي. ستحبه بشدة. فهذا ما كانت تحتاجه بالتحديد. سيكون مريحا للغاية، وأنا سعيدة به جدا. يا للهول، هذا رائع. ووهو، أو لقطة أثناء الحركة، أشعر بحيوية جديدة. أعلى أعلى، ووهو. أو لا، ماذا فعلت؟ الكرسي، لقد كسرته. أستطيع مشاهدة ذلك طوال اليوم. توقف عن الضحك، أتصدقين ذلك؟ يا للروعة، دمية جديدة. كيف يبدو شكلها يا ترى؟ لنكتشف الإجابة. واو، كم هي مستقبلية، لكنها تحتاج للاستحمام. سأغمسها في الماء، أتمنى أن يكون دافئا بما فيه الكفاية. والآن سيبدأ السحر، سيتغير لون الماء. أستطيع رؤية شيء ما، أعتقد أنها صارت جاهزة. يا له من تحول، أنت جميلة. سنصلح شعرك. واو، كم هذا متألق، تعجبني الألوان. أتمنى لو كان هذا هو شكل شعري. كم هي محظوظة، الحياة قاسية أحيانا. لماذا تبكين؟ أريد دمية. كم أنت متطلبة، تفضلي خذي هذه. يا للروعة، هذا يوم حظي. لحظة واحدة، أو صحيح نسيت أمر ذلك. ها هي موجودة هنا، التقطيها. هذا غريب بعض الشيء، لكنني لن أتذمر. كم هذا ممتع، أنا مستمتعة بوقتي جدا. هل أنت مستعدة؟ هيا بنا. أسرعي، اضغطي دواسة الوقود. ما زلت في البداية فحسب. أحب مرور الرياح بين ثنايا شعري. بيب بيب، ما الذي يحدث هنا؟ أظن أنني ابتلعت حشرة. هل لديهما رخصة قيادة؟ أولا، أصيص النباتات. انظر ماذا فعلتما، أنتما في ورطة كبيرة، عليكما تنظيف المكان، نحن لا نمزح. ليست المسألة كبيرة لهذه الدرجة، أنتما تتصرفان بشكل غير منطقي. أعطني المكنسة، إنها ثقيلة. هل من مساعدة؟ بربكما، ماذا يفترض بي أن أفعل؟ سأرحب بأي اقتراحات. لن ينجح ذلك، سنستخدم المكنسة الكهربائية. تفضلي. هذا سخيف، باشري العمل. أعتقد أنها مغطوبة. لقد سمعت تلك الحجة من قبل. حسنا، ماذا تنتظرين؟ لا تنظري إلي بتلك الطريقة، يجب أن أفكر في حل آخر. مهلا، أعتقد أنني وجدت الحل. سأحتاج لفرشاة طلاء، ستفي بالغرض. هذه شعيرات ناعمة وجميلة، يجب أن أزيلها. هذا هو الجزء السهل، سأقص قطعة من الورق المقوى وسألصقها بالفرشاة، وسأكرر العملية على الجانب الآخر. أحتاج إلى عصا مصاصة رفيعة الآن، سألفها بالورق المقوى الأزرق، وسأحرص على تثبيت الورق بإحكام هكذا بالضبط، ثم ألصقه بشريط لاصق. سأفعل ذلك على الجزء العلوي ثم السفلي. أستطيع إلصاق الفرشاة الآن،
سيفي هذا بالغرض، لكنني أحتاج لشيء من أجل جمع القمامة. لدي ورق مقوم باللون البرتقالي، سأقطعه بهذه الأشكال، ثم أضع الغراء حول حوافي الشكل الأكبر وألصق القطعة الأخرى به. أحتاج إلى مقبض، سأستخدم عصا مصاصة أخرى لهذا الغرض. يمكنني لصقهما معا بالغراء، وبهذا أكون قد انتهيت. حان وقت البدء في التنظيف. حقا هذه فكرتك رائعة. احم، سيثير هذا ذهولك. فأنا لا أعمل بشكل يدوي، أفضل استخدام الأجهزة كهذه المكنسة الكهربائية الصغيرة. كم هي لطيفة، ستنظف كل الفوضى. يا للروعة، إنها مذهلة، وهي ملكي أيضا. تفضلي باشر العمل. هذا ليس عدلا، لست قائدة سيارة من الأساس. لا أريد بقعة واحدة. هراء هراء. يمكنك استخدام هذه. شكرا، لننهي هذه المهمة. لا أصدق أنك تجبرينني على فعل ذلك. أنا في انتظار نهاية هذا الكابوس. لقد انتهينا، يبدو الوضع جيدا أليس كذلك؟ أحسنتما صنعا، أنا فخورة بكما جدا، لكن لا تفعلها ثانية. ياي. قليل من الماسكارا. أبدو جيدة، أنا سعيدة بهذه النتيجة. أعتقد أنني جاهزة. ما للحظة، انظري لحالك، ليس هذا مناسبا. نحتاج إلى إصلاح هذا، وأنا أعلم ما ينبغي فعله. ماذا ننتظر؟ كل ما نحتاج إليه هنا، إنه صندوق كنز للتجميل. هذا مشوق جدا، اجلسي وارتاحي. سنبدأ بالرموش. يحتاج الجميع إلى رموش طويلة وكثيفة، رغم أن هذه كبيرة جدا، لكن يمكنني إصلاح هذا. سأقطعها إلى نصفين. أحتاج إلى ملقاط لهذا الجزء التالي. هذا صعب قليلا. هاو، تبدين رائعة، لقد أحسنت عملا. ما رأيك؟ ألقي نظرة، أعتقد أنك ستفاجئين. أعلم إنها مثالية، بثبات، برفق وثبات. لمسة خاطئة واحدة وسيفسد مظهري. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. ما رأيك يا دميتي؟ يا للهول، انظري إلى حالك، لقد مررت بأيام أفضل من هذا. أحتاج إلى إلقاء نظرة عن قرب. هذا ما ظننته تماما، لكن لا بأس، سأتولى هذا. سأنتف حاجبي. أوه، لقد ألمني هذا، لكن النتيجة تستحق. أريد أن تبدي بأفضل حال، دعيني أراك. هاو، انظروا إلى هذه الرموش، كم أنت أنيقة. حسناً، كوني هادئة. انذار بوجود دمية صبي وسيم. أعلم ما علي فعله. تذكري، عليك أن تتصرفي على طبيعتك. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ مهلاً، انظري هناك. مرحباً، حان الوقت لتغيير شامل. يهو، انظري إلى هنا. شاهدي هذا. أين ستتوقف؟ حان الوقت لزي جديد. أعتقد أنك تحتاجين إلى زي. تبدين وكأنك وجدت هذا في سلة قمامة. دعيني أفكر، لدي فكرة، يمكنني استخدام الشريط اللاصق. سيعطينا هذا زيا جميلا. اثبتي الآن. ماذا تفعل؟ هل لا تساعدينني؟ خرجت الأمور عن السيطرة. ربما يمكنك استخدام هذا. هو هذا ما أحتاج إليه. أوه، إنه دقيق جدا، لنجرب هذا مجددا. سأضع قطعة من الشريط اللاصق على دميتي. سأفعل هذا على جسمها بأكمله. سأضع طبقات من الشريط اللاصق، لا أريد ترك أي فراغات، وسأتوقف هنا. سيكون هذا حزاما رائعا، ثم سأضيف حمالتين. هو تبدين أنيقة جدا، أشعر بالغيرة. أتمنى لو كان لدي فستان مثل هذا، ربما سأصنع واحدا. حسنا، حان دوري. أحتاج إلى العثور على فستان، وسأحتاج إلى قليل من الإلهام. ستساعدني هذه المجلة؟ كلا، لا، لا. مهلاً، هذا هو الفستان المطلوب، عليك رؤية هذا. ما رأيك؟ سيناسبك هذا اللون. أعلم ما أتحدث عنه، لدي المواد المناسبة هنا. لنبدأ، سألف القماش حولك هكذا تماماً. لدي هذا القماش الشبكي أيضاً، سيعطينا ملمساً جميلاً. سأضعه حول خصرك، ثم سأربطه لأثبته في مكانه. كان ذلك سهلا جدا. هذا ما أسميه فستانا، وأنت تبدين جميلة. تبدين جيدة وشعورك جيد. أريد شراء ذلك الفستان. كلا، إنه ليس للبائع. سنرى بشأن ذلك، ما رأيك الآن؟
أوه، هاتف جديد؟ لكن ما زالت إجابتي لا. إذن هل هكذا سيكون الأمر؟ شاهدي هذا الخاتم. أوه، إنه ضخم. هل يمكنني ارتداءه؟ أرجوكي أرجوكي. كلا، لا يمكنني. إنه مهم جدا لدميتي. حسناً، لا نحتاج إليه. تبدين رائعة. إنك تنالين المدح بالفعل. أوه، تدور العجلة. أعتقد أن الوقت قد حان لتصفيفة شعر جديدة. لكن أي مظهر علينا أن نجربه؟ أحب شعرك. مهلاً، تصدر معدتي صوت قرقرة. أحتاج إلى بعض الطعام. نودلز، إنها المفضلة لدي. سأضعها في وعاء وسأسكب عليها الماء. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. لا أريد إحداث فوضى. إنني أتطلع إلى هذا. إنها تبدو لذيذة جداً. لا أحتاج إلى رؤية ذلك. لنسرح شعرك بالفرشاة. إنه ناعم جداً وذهبي. لكني لا أحبه. نحتاج إلى شيء جديد. هل تمانعين؟ إنني آكل. دعوني أفكر. لدي فكرة. أصلح شعرها. كنت أفكر في... مهلاً؟ ماذا يحدث؟ كلا، ليس شعري، بل شعر دميتي. إن شعري جميل. بالطبع، ما رأيك في هذا؟ هل فعلت هذا من قبل؟ أصبح هذا غريباً. أوه، هذا فاخر. ماذا تريدين؟ شيئاً مميز. دعي الأمر لي. واو، التجعيدات المنسبة موضة هذا الموسم. كلا، لا أعتقد ذلك. سأجعل الأمر يستحق العناء. لا داعي لقول المزيد. لدي ما تحتاجين إليه تماماً. هذا أفضل. نحتاج كلنا إلى قليل من البهرجة في حياتنا. سأضغط بالأداة على شعرك وستترك جواهر جميلة علي. هذا رائع جداً، أليس كذلك؟ أنت تستحقين الأفضل. أوه، إنه أفضل مما تخيلت. ينبغي أن تكوني على منصة عرض أزياء. هل تمازحينني؟ علي فعل شيء ما، لكن ماذا أفعل؟ ليس لدي جواهر باهظة. حسناً، تمني لي التوفيق. سأزيل هذا الشعر. لا تقومي بأي حركات مفاجئة. لا نريد أي حوادث. دعيني ألقي نظرة. هذا سيء. كلا، بل إنه بشع. كيف أصلح هذا؟ مهلا اللحظة، النودلز خاصتي. هل يوجد ما لا يمكنها فعله؟ سأضعها على رأس دميتي. ستكون تصفيفة شعر رائعة. ماذا يحدث؟ وكأنك خرجت للتو من صالون تصفيف. وأفضل جزء أن بإمكانك تناولها إن شعرت بالجوع. لا يهم، انظري إلى دميتي. تبدو دميتي أفضل. كلتا الدميتين رائعتين. كم هو وسيم. يا إلهي يا إلهي، افتحوا الباب. ألم تتعلمي آداب السلوك؟ مشكلتها لا يمكنني تحمل أكثر. أو لا، من ترك المرحاض هكذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ سأخرجك من هنا. لا أصدق أنني أفعل هذا. هذا مقزز. كيف أصبحت بهذا المظهر؟ أعني هذا غريب. كنت أظن أنني أواجه يوما صعبا. يجب أن أنظفك. أمل أنك لا تخافين من الأماكن الضيقة. ادخلي، قد تشعرين بالقليل من الدوار. هذا منوم مغناطيسيا. لحسن الحظ انتهى هذا الأمر. واو، لقد تغيرت كليا. تبدين بحال أفضل. مهلا، ربما لست كذلك. يجب أن نصلح شعرك. لا تقلقي، أعرف تماما ما أفعله. حان وقت الحصول على مظهر جديد. هل تريدين شعرا قصيرا؟ قولي وداعا لهذه الخصلات الشقراء. هي، هذا ممتع. علي فعل هذا لدبابتي. هناك الكثير من العلكة، يجب أن أتخلص منها كلها. لا تتحركي. هل سمعتي بالشامبو من قبل؟ سأضع هذا في القمامة. لا، لن ينفع هذا. سأتخلص منه. من يدري، ربما يناسبك مظهر الصلعاء. أعتقد أننا على وشك معرفة ذلك. لا أفضل الشعر الطويل. حسناً، باستثناء شعري، لم أحلق شعري من قبل. أتعلمين؟ لا يناسبك هذا المظهر. لدي فكرة أفضل. سأضع القليل من الغراء على رأسك. اعتبريه بلسم شعر.
هذا كافٍ، لدي هذا الشعر الأرجواني الجميل، لقد أخذته من شعر أمي المستعار، سألصقه برأسك وسأستخدم فرشاة لوضعه. والآن أنا بحاجة إلى خصلة أخرى، أريد أن أغطي رأسك بالكامل، يجب ألا أفوت أي بقعة، سيكون ذلك محرجاً. ها هي القطعة الأخيرة. واو، تدهشني نفسي أحياناً. سأمشطه قليلاً، تبدين بمظهر رائع. لكن لم ننتهي بعد، لنمنحه بعض البريق، تجعل هذه الأداة الصغيرة مهمتي أكثر سهولة. سأضعها فوق شعرك وأضغطها لنزين شعرك بحجر كريم جميل. من منا لا تحب المجوهرات؟ أترين؟ قلت لك إن شعرك سيكون جميلاً، يجب أن أفعل هذا بطريقة احترافية. هذا مذهل. واو، إنه يناسبك تماماً. حسناً، ما الخطوة التالية؟ يجب أن نحسن هذه الرموش. آه، هذا مؤلم. هذا ما أفعله لأصدقائي، لكن الأمر يستحق التضحية. ترغب جميع الفتيات بامتلاك رموش طويلة، القليل أيضاً. هاو، هذا ما أريده بالضبط. حسناً، استلقي واسترخي، حان وقت الاهتمام بشفتيك، ولدي الحل الأمثل. لدي طلاء الأظافر الشفاف هذا، لن يكون هذا صعباً، لكنه سيمنحك مظهراً في غاية الجمال. سأغطي شفتيك بطبقة رقيقة، ثم أرش فوقه المادة البراقة، سأضع اللون الوردي منها. أعتقد أن هذا ما سيمنحك شفتين مميزتين. أوبس، ربما بلغت. لا عليك، سأنفخ لإزالة الزائد منه. آه، يجب أن أضع أحمر شفاه كهذا، يمكننا أن نصبح متماثلتين في المكياج. ينقصك شيء ما، لقد عرفت، سأستخدم بعض الحبر. لن يكون هذا مؤلماً، هذا ما أظنه. سأستخدم الفرشاة لنقل هذه الرسمة إلى ذراعك، وهكذا أصبح لديك وشم جميل. سنغطي ذراعيك، ستكونين بمظهر رائع. أجل، هذا أفضل بكثير، لقد جعلك مميزة. والآن أنت بحاجة إلى خزانة ملابس جديدة، ولحسن الحظ لدي لباس لجميع المناسبات. حتما سيكون هناك شيء ينال إعجابك. انظري جيدا، ما رأيك بهذا؟ هل يعجبك؟ ليس جميلا، سنجرب شيئا آخر، ربما تناسبك التيشيرت أكثر. إنها لطيفة. حسنا، هذا مختلف، لكن ليس كما يجب. ماذا لدينا أيضا؟ ارتديه، إنه يعجبني، أعتقد أنه مناسب. لكن أتعلمين، ينقصك شيء واحد، أنت بحاجة إلى حذاء، لا يجب أن تبقي حافية القدمين. هذا الحذاء كبير جدا. ها؟ أيتها البطة، ماذا تفعلين على نيتان؟ أمل أنك ضغطت زر دفق الماء. مهلا، ربما يمكنني استخدام هذا. لا تلوموني، هذا السلايم هو ما أحتاج إليه، سأمده جيدا. هاتي قدمك، سأضع السلايم كقالب حول قدمك، لا شيء أفضل من الكعب المخصص، إنه حصري. سأمنحه الآن لونا جميلا، سيكون هذا علامة تجارية. لقد منح الحذاء تباينا لونيا جميلا. سأطلي الكعبين أيضا. واو، يا له من حذاء جميل، تغير مظهرك كليا، لقد نجحنا. ها، ماذا هناك؟ هذا صحيح، لا يمكن تجنب هذا الأمر. سأزيل الجزء العلوي من الزجاجة، لقد كانت دروس الكاراتيه مفيدة حقا. سألونه الآن، سيكون اللون الأبيض مثاليا. سألونه بالكامل وألون العنق أيضا، ثم أنتظر حتى يجف. سأضعه على غطاء العبوة، وستحتاجين إلى مقعد المرحاض، يجب أن يكون مريحا. لهذا سأستخدم الفوم لصناعة هذا الجزء، ثم سأثبت الخزان. عرشك في انتظارك، جربيه الآن. لا تقلقي، لن أنظر. واو، لم أكن أتوقع هذا.